صحتي راس مالي. صحتي راس مالي اليوم تكون معنا الدكتورة خولة بن خرابة، أخصائية في الجراحة العامة. غادي نتكلموا اليوم على هشاشة العظام وعلاقتها بالغدة الدرقية. إلا عندكم سؤال لضيفتنا الكريمة تواصلوا معنا على الرقم 05 37 70 59 39، 05 37 70 59 39. دكتورة خولة صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. شكرا مرة أخرى على الدعوة. صباح الخير مستمعات مستمعي الكرام، صباح الخير مدام حنان، صباح الخير، صباح النور. شكرا لك. بحيث قلتي غنطرقوا اليوم الموضوع فرط نشاط الغدة الدرقية. نعم نبداو الى مسمحتي. تفضلي دكتورة خولة. دونك فرط نشاط الغدة الدرقية هو اضطراب يصيب الغدد، جارات الغدة الدرقية، والتي هي عبارة عن أربعة غدد صغيرة تقع خلف الغدة الدرقية في الرقبة، وينتج عن ذلك خلل في معدل وكمية إفراز هرمونات، مما يؤدي بدوره لاختلال في وظائف جسم الإنسان الحيوية والفيزيولوجية. هذا الاضطراب ناتج عن زيادة مستوى هرمون الغدة الدرقية والذي يعرف بباراتوربان، مما يؤدي غالبا إلى زيادة مستوى الكالسيوم في الدم. وهذا الداء هو ثالث اضطرابات ما يسمى بالغدة الصماء، يعني يأتي بعد داء السكري وأمراض الغدة الدرقية. الملاحظ هو تغيير في أسباب اكتشاف المرض على خلاف ما كان يقع في هذه 30 سنة الفارطة، حين كان تشخيص المرض يكون في حالات مرضية متأخرة. والملاحظ أيضا أن النساء يصبنا جوش ولا حتى ثلاثة المرات أكثر من الرجال، خاصة النساء في سن اليأس. هذا المرض فيه ثلاثة ديال الأنواع. يوجد ثلاثة أنواع فيما يخص فرط نشاط الغدة الدرقية. أولا فرط نشاط الغدة الدرقية الأولي، وهو تضخم واحدة أو أكثر من الغدة الدرقية. كيكون هناك انتفاخ دكتورة خولة باش كنقدروا نعرفوها؟ كيكون انتفاخ، ولكن انا يعني كاين واحد الانتفاخ في بعض الحالات. انا اللي غيتبع غادي نفصل كيفاش. كاين هذا الاولي، بعد الاولي فيه بزاف ديال الانواع حتى هو. هو كيكون تضخم واحده او كنقول حنا تضخم واحده او اكثر من الغده الدرقيه، وهو اللي غنركزوا عليه اكثريه في هذه الحلقه. كاين عاوتاني النوع الثاني هو فرط نشاط الغده الدرقيه الثانوي، وهنا كيكون ناتج عن نقص مزمن في ماده الكالسيوم في الدم، وكيكون ناتج في أغلب الأحيان عن أمراض الكلي المزمنة مثل فشل الكلوي أو النقص في مادة الفيتامين دي. وهنا كتكون الغدة الدرقية سليمة. نعم. بخلاف الأول. وكاين عاوتاني فرط نشاط الغدة الدرقية الثالثي، وهو زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية أي الباراتومان، بغض النظر عن الكالسيوم، يعني ما كيكون عندها علاقة مع الكالسيوم. نعم. وحد ذلك غالبا عند الأشخاص المصابين بداء فرط نشاط الغدة الدرقية الثانوي، يعني اللي ثاني مدة طويلة، والأشخاص المصابين بأمراض الكلي المزمنة. نعم. كاين اسباب، والسبب الكامن وراء الاصابه بهذا المرض غير معروف لحد الان. يعني كيقول لك 5% من نسب الاصابه اسباب غير معروفه وراثيه. وهي 5% كتكون اسباب وراثيه. نعم. وكتختلف المسببات، تختلف نوع المرض. يعني بعدا في الاولي كاين ورم، ممكن يكون ورم غير سرطاني في واحده من الغدد الدفعه، ياك، ويعتبر السبب الاكثر شيوعا، يعني كاين 75% حتى 85%. نعم. وكاين عارفين زيادة نشاط غدتين أو أكثر من غدد الدرقية كيكون في 15-25%، وهذا كيكون ديك الساعة تضخم ديال الغدد، وما كتكونش غير وحدة، كتكون ثلاثة أربعة ديال الغدد اللي مقيوسين. نعم. وكاين يمكن تكون عارفيني ورم سرطاني في واحدة من الغدد من كارسينوم، وديك الساعة كيكون 0.5% من الحالات. وبعض الأحيان كتكون أورام الغدد الصماء المتعددة، ما يسمى بنيم 1 ونيم 2، وكتكون لك الساعة الغدد الدرقية متصاب مع إصابة بعض الأعضاء في الجسم، يعني كتكون داخلة بحال واحد الحالات مرضية متعددة ديال الغدد. نعم نعم نعم. أما أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية الثانوي فهي عدم حصول الجسم على كمية الكافية من الكالسيوم لتغطية حالية الجسم، وتحدث بسبب نقص فيتامين دي أو بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي قد تؤثر على امتصاص الكالسيوم. وثانيا كتكون أمراض الكلي المزمنة مثل مرض القصر الكلوي. نعم. يعني القصور الكلوي ممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالغدة الدرقية الثانوي. الجار الدرقية الثانوي. نعم. كتكون اللي عند هذوك سيتين كونسيكون، يعني كتكون يكون واحد التوابع ديال
ناتجة عن الكسور الكلوي هو التناوي. نعم نعم دكتور. وبالنسبه لاعراض فرط نشاط الغده الجلد الدرقيه تتراوح شدتها بين الخفيفه والشديده، يعني قد لا يعاني كاع المرضى من اي اعراض، واذا ظهرت الاعراض تكون خفيفه في الاول مثلا بينها التعب والارهاق، زياده عدد ساعات النوم، الم في العضلات، الم في المفاصل والعظام، الم في البطن. وفي حال تطور المرض تبدا الاعراض الشديده في الظهور، منها الاكتئاب، الارتباك والنسيان، العطش الشديد، فقدان الشهية، الغثيان، الإمساك، نقص في الوزن، زيادة التبول، زيادة في دقات أو نبضات القلب، ارتفاع الضغط الدموي، وحصي الكلي والتي ينتج عنها بحال اللي كنعرفوا ألم شديد في أسفل الظهر والبطن. والإشارة 5% من حالات حصي الكلي كتكون ناتجة عن فرط نشاط الغدد الجلد الدرقية الأولية، احنا كنهضروا على الأولي. نعم نعم. كاين هشاشة العظام وسهولة تعرضها للكسر، يعني كاينوا كيوليو الأشخاص كيتعرضوا للكسر الكسور في العظام ديالهم وهما ما تعرضوا حتى شي حادث ولا شي حاجة. انتفاخ في المفاصل، تشوهات في العظام خاصة في الأصابع الأيدي، أورام غير سرطانية في العظام، هي ما كتكونش سرطان ولكن كتكون أورام في العظام ديال الانسان. وفقدان الاسنان، فقدان الاسنان كينتج على هشاشه ديال العظم اللي كيهز الاسنان وكيوليو اسنان كيطيحوا. نعم. غادي ناخذوا دكتوره خوله، غادي نقطعك سمح لي وغادي ناخذوا متصله نرى ضيق الوقت. فاطمه من سيدي قاسم. فاطمه صباح الخير. لا فاطمه، فاطمة ربما مشغولة، غادي نمشيو لعند خديجة لطنجة. لا خديجة صباح الخير. صباح النور اختي حالين. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ صحتك لاباس؟ خليك صحتي، خليك معز عليك. شكرا لك حبيبة والدكتورة. شكرا لك. لا خديجة تفضلي، شنو السؤال ديالك؟ عندي الغدة عندي فيها الخمول. باطية ديال 50 ونص ديال 25. نعم. انا دابا اسمحي لي. المهم ما نذكروش الاسم ديال الدواء لا خديجه الله يخليك، لانه ممنوع ما نديروش الاشهار. الله يخليك لا خديجه، حيت ما تنسمعكش مزيان. تفضلي. المهم ما تنقولكش السميه، تنقول غير شحال فيها. شحال؟ واخا تفضل. 50 تنشرب ديال 50 وديال 25 نص ديالها. داك السيد دابا اللي بغيتي تسقسي الدكتوره، داك الشيء اللي قالته كامل فيا، داك الحرق المفاصل، كان عندي القدم ديال رجلي الشمال تيحرقني، درت له الراديو سيمانه يا اخرى مع الطبيبه ديال العظام المفاصل، قالت لي ما عندك حتى شي حاجه في العظم، عندك العظم مزيان، عندك ديال القدم ديالي وكل شيء المفاصل ديالي تيحرقوني، وعندي ليكس الكلاوي، عندي ليكس الكلاوي بجوج، ولكن هذا داير عليهم التحاليل وداير عليهم كل شيء. قالت لي الطبيبه ما عندك حتى مشكل، عندك هذه خليقه، خليقه هذه عندك. دابا بغيت نفكر راه هادشي اللي قصه، هذاك الشيء ديال النشاف والعطش وتجنود قلبي تضرب وديك الصهبه، كلشي ديك الاعراض عندي. واش كلهم هاد الاعراض، واش كلهم من الغده عندي فيها الخمول ولا عندي حاجه اخرى؟ حاجه اخرى واخا. لا لا خديجه خليك في الاستماع. الدكتوره خوله تفضلي جاوبك على السيده خديجه. سمعت كلشي. هي السيده راه عندها المشكل في نقص في الغده الدرقيه، ماشي الجهه الدرقيه. نعم. عندها لا تيغويد، عندها اللي كتهضر عليه هي 50 و25، واحد الدواء اللي كناخذو ملي كيكون عندنا واحد الخمول في هذيك الغده. وهذا بوحده. اما الاعراض اللي كتشتكي منها يمكن يكون عندهم علاقه مع النقص، مع الفرط في نشاط الغده الجلد الدرقيه. وفي هذه الحاله خاصها دير واحد جوج ديال التحاليل هما اللي كنت غنهضر عليهم دابا. نعم. هما الدوزاج ديال يعني دوزاج لا باراتورمون، هو الهرمون ديال الغده الجلد الدرقيه هو المهم، والدوزاج ديال لا كالسيوم يعني نسبه الكالسيوم في الدم. وهادو كيكونوا واحد الى يعني الى كانت عندها الى كان عندها فرط في نشاط هذه الغده الجلد الدرقيه، هادو كيكونوا غالبا طالعين. اكثريه الهرمون باراتورمون كتكون طالعه، الكالسيوم يمكن يكون عادي ولا يمكن يكون طالع، ولاني راه كتكون واحد النوعيه خاصه اللي خاصها تعطى لها باش ديرها في 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 اللابوغاتوار، اللي ناقص واحد الدوزاج دو كالسيوم يعني بالتدقيق خصو يتعطاو لهم جوج قفله. هادو ما عندهم حتى علاقه مع الخمول اللي عندها في الغده الدرقيه ديالها. نعم. غادي نمشيو
السيدي قاسم عند فاطمة، نرجع لفاطمة. لا فاطمة صباح الخير. قالوا السلام عليكم. لاباس عليك، كل شيء مزيان صحيحة؟ لاباس لاباس لاباس، الله يبارك فيك. تفضلي شكرا على البرنامج. واخا طفي الراديو بعدا لا فاطمة، الله يخليك باش ما يديرش تشويش. لا طفي واخا تحيدي من حدا كنسمع صوتي كيتعاود. الله يخليك تفضلي. الله يرحمها لك. عافاك الله يجازيك بخير. انا بغيت نقول لك على الوالده عندها الغده الدرقيه من 2009، عندها هي ديك العقده خارجه باينه 2009. اييه من 2009 وكتاخذ عليها داك الدواء اللي كما قالت السيده اللي قبل مني داك. هي كتاخذ غير كانت عندها المياه، بقات طبيب القلب بدلها لها، بقات كتاخذ 50 كان كيضرب القلب عندها بزاف. واخا دابا هي عندها السكر وعندها الطونسيون وبقات كتبع. دابا منين في مؤخرا بقات جاتها هشاشات العظام، دابا شي 2 سنين وهي كتداوي على هشاشات العظام. ودا كتداوي على هشاشات العظام عندها في الورك وفي الظهر. ودابا كتجيها بزاف الاصابات، دابا دغيا تهرتات من يدها تهرتات من رجلها. واخا شنو السؤال؟ ودابا السؤال زعما واش هاد زعما هاد الهشاشه تكون جايه من القواطر ولا مش ولا زعما كيقولوا الانسولين، حيت هي كدير الانسولين زعما والسبب هي الانسولين زعما واش واخا لا حيد الانسولين تخفف عليها الضغط على هشاشات العظام، وهي باقا عندها مشكل في هشاشات العظام باقا كتعالج وباقا. واخا 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 شكرا ليك لا فاطمه زعما هو القواطر. شكرا. واخا شكرا ليك. شكرا دكتوره خوله. بالنسبه اللي سمعتي بالنسبه للسيده فاطمه الوالده ديالها عندها من 2009 الغده الدرقيه في العقده قالت لك باينه، عندها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهذه 3 سنين باش تصابت هشاشه العظام في الورك والظهر. كتسائل واش بسبب الغده الدرقيه ولا بسبب يعني الانسولين اللي كتاخذ؟ لا لا ما عندها، ما عندهم غالبا ما عندهم حتى شي علاقه. الغده الدرقيه بوحديها راه هي حتى هي الغده الدرقيه مهمه، يعني ما يمكنش الانسان يعيش بلا بها. ملي كتكون يا مريضه اما كتكون الافرازات ديال الهرمونات طالعه اما كتكون افرازات الهرمونات ناقصه. ملي كتكون افرازات الهرمونات طالعه عندها واحد الاعراض، عاوتاني اخرى كتكون عندها واحد الاعراض اخرين. ملي كتكون نقص في خمول يعني في الغده الدرقيه خصك تعطي لها الدواء اللي كيعوض هذوك الهرمونات الناقصين. بالعكس ملي كتكونوا طالعين كنعطي واحد الدواء اللي كينقص. بعض الحالات في الغده الدرقيه الامراض الغده الدرقيه كتحتاج الجراحه، يعني ما يمكنش الواحد يبقى ياخذ الدواء واحد المده كبيره، يحتاج الجراحه. ملي كتكون فيها الحبوب بزاف ديك الساعه كنعرفوا بان الدواء ما يمكن يدير لها حتى شي حاجه. ملي كتكون شي حاجه اللي كتعطي واحد الاعراض اكثر ملي كيكونوا الهرمونات طالعين خصها واحد المده ديال الدواء يلا كيتقادوا داك الهرمونات في الدات، ومن بعد خصها تغالي احنا كتكون عندها جراحه. بالنسبه للسكري، المادة السكري بوحدي بهذا عندها هي مرض سكري بوحدي ما عنده علاقه مع الغده الدرقيه، وهشاشه العظام كتجي واحد السن عند النساء اكثر. كيجي واحد السن اللي كيكون في المتقدم كتجي هشاشه العظام. دابا الان خصها غالبا الطبيب ولا الطبيبه اللي يكونوا متبعين على المشكل ديال الغده الدرقيه يكونوا هضروا معاها على هذا المشكل، وغيكونوا غالبا عطاوها تشخيص ولا دوزا ديال الباراتوكسون وديال لاكالسيمي غير باش نتاكدوا بان ما كاينش. هادو ماشي اسميه ديال الادويه. لا 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 غير المكونات. المكونات الكالسيوم. لا 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 نعم تفضلي. شكرا الكالسيوم. الكالسيوم اللي عندنا في الدات ولا باراتوغمون هي اللي قلنا هي الهرمون اللي كيتفرز من هاد الغده الجاره الدرقيه واللي اللي كنطرقنا لها اليوم. دونك باراتوغمون هي الهرمون الاساسي اللي كيتفرز من هذاك، هو اللي كيقاد لنا الكالسيوم في الدات. اذا ملي كتكون الغده الجاره الدرقيه مريضه وكيكون فرط في النشاط ديالها كتكون باراتوغمون هاد الهرمون كتكون طالعه وكينتج عليه واحد الزياده ديال الكالسيوم في الدات. هذاك الزياده ديال الكالسيوم في الدات كتعطي الاعراض اللي هضرنا عليها. لان علاش؟ لان كتولي الكالسيوم طالع في الدات الكلاوي كيوقع فيهم الحصى داكوغ، العظام كتولي فيهم الهشاشه. نعم داكوغ. القلب كيولي كيخدم بزاف كتكون دقه القلب، وهذا هو الحال يعني الحاجه الخطيره اللي كاينه في هذه المرض، لان يمكن يوقع لها الله يحفظ سكته قلبيه في اي وقت. نعم. الا كان تطور المرض. دونك هادشي كله ناتج على هاد جوج ديال الحوايج. لاباراتورمون كتكون طالعه، الكالسيوم حتى هو كيبدا يطلع. وحنا كنهضروا بيان سو عاوتاني على الاولي، على فرط نشاط الغده الجاره الدرقيه الاولي اللي فيه هاد الهرمونات، يعني هرمون باراتورمون طالعه والكالسيوم كيكون طالع حتى هو. في غالب الاحيان كان بعض الاحيان اللي كيكون الكالسيوم عادي
ولا ناقشي شويه وليني داك الحاله كتولي فيها كنرجعوا لها نديروا تشخيص كنلقاو السيد والسيده عندهم نقص في الفيتامين دي او لا واحد المرض كتسمى الهيدوز. المهم بعض الحالات المرضيين اللي كيعطيو داك الكازو ما كيخليوش يطلع غير هي لاباراتورمون يعني داك الهرمون ديال الغده الجذع الدرقيه راه هو طالع يعني راه خدام على راسو. داكو السيده اللي طرحت هذا السؤال وتا السيده اللي قبل منها هضروا على المشكل ديال الغده الدرقيه وهذاك مشكل اخر ان شاء الله يمكن نطرقوا عليه في حلقه اخرى. هذاك مشكل اخر يمكن يكون مع هذا المشكل ولكن غالبا ما كيعطيش ما يعطيش هذا الشيء يعني ما يعطيش هشاشه العظام ما يعطيش ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء. هشاشه العظام كتجي للنساء بعد واحد السن وكيكون عاوتاني حتى عاوتاني التغذيه ما كتكونش كتكون ناقصه في الكالسيوم ناقصه في الفيتامين دي دونك داك هشاشه العظام كتولي كتجي في واحد السن يمكن مبكر على السن اللي خصها تجي فيه. نعم كما كان الحال هذا بحال قلت كان تشخيص وكنا غنطرقوا ليه جوستمون التشخيص ديال هذا المرض ديال الفرط نشاط الغده الجذع الدرقيه. كاين عنده واحد التشخيص ديالو واحد واحد التسلسل ديال الحالات اللي خصهم الطبيب المختص يعطي ولا الطبيب العام بيان سور يعطيهم باش يعرفوا داك الساعه واش كاين هذا المرض ولا ما كاينش لان العلاج ديالو مختلف عاوتاني. نعم بالنسبه للوقايه مثلا هل هناك يعني وسائل الوقايه دكتور خوله؟ هي ماشي وقايه هي يمكن نعطي واحد النصائح. تفضلي. يمكن لهم يستعملوهم الناس هو بحال دابا ينصح باتباع نظام غذائي يحتوي على كميه كافيه ومناسبه من الكالسيوم والفيتامين دي. دونك هادشي غنقولوها حنا واخا بلاد ديال الشمس يعني لما كليتيش شي ماكله اللي فيها المكونات اللي غادي تحولوا بالذات وبالشمس الفيتامين دي ما فرحاش. دونك حنا راه قد كنديروا التشخيص ديال نقص الفيتامين دي كتلقى عند بزاف الناس واخا حنا نقولوا بلا ديال الشمس يعني هادشي ناتج عاوتاني على النوعيه ديال التغذيه طرقنا عليها في الحلقه الاخرى. دابا عندنا نعاود نهضروا عليها التغذيه خاصها تكون متوازنه فيها الكميات الكافيه اللي غادي تنفعنا الذات على شرب الكثير من السوائل خصوصا الماء التقليل من حدود حصي الكلي ممارسه التمارين الرياضيه هذيك قلناها بانتظام غادي تخدم لنا على بزاف ديال الحوايج وتجنب التدخين بيان سور هذه من الضروريات من طبيعه الحال شي حاجه اللي هي ضروريه. نعم دونك انا غير باش ما يكونش عاوتاني لبس عند الناس خص هذا المرض هذا راه ماشي اولا ماشي شائع راه بحال قلنا راه عنده هو الثالث في الغده الصماء يعني بعد الداء السكري وداء ومرض الغده الدرقيه وهذا التشخيص كيخصو عنده واحد يعني هو من الاعراض ما كيبانوش دغيا هاد الاعراض غيوليو يبانو في الحالات المرضيه ملي كيكون داك الكالسيوم زاد على الحد ديالو بدا يعطي واحد بدا يعطي واحد الاضطرابات. اذا هنا بعد عاده عاوتاني كيولي يعني لوغور ديال لو ميدسان اللي غادي يشوف المريض وخصو يكون يفطن دائما هاد القضيه هذه ويفكر في هذا المرض هذا واخا هو ماشي شائع يفكر فيه. وكاين بحال اللي قلت لك انا تحليلات بسيطه اللي يمكن تعطينا جواب واش كاين هذا المرض ولا ما كاينش. دكتوره خوله بن خرابه شكرا جزيلا كنذكر انك اخصائيه في الجراحه العامه شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوه على التوضيحات والنصائح القيمه. شكرا والى فرصه قادمه بحول الله. خليكم مع مسامعات